فهي تسمى بأكرم بصاحبة أكرم الأصهار، يعني أصهارها كل أزواج بناتها هم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأول بنت من بناتها هي أم الفضل لبابة الكبرى، زوجها من؟ لا، أم الفضل لبابة الكبرى زوجها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا عليم. مع ثالث زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب القاعدة التي اتفقنا عليها وإياكم، فبدأنا مع خديجة ثم مع سودة، اليوم مع ميمونة. وإن كانت ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث، كانت آخر زواج زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب الزمني، ولكن نحن حينما وضعنا القاعدة وكتبناها لأجل أن تحفظ علينا، فنبقى على القاعدة التي وضعناها بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمها هي ميمونة بنت الحارث بن حرن، اسم أمها هند بنت عوف بن زهير، هذه اسم أمها هند. هذه هند رضي الله تعالى عنها أمها قد حازت لقبا ما حازته امرأة قبل ذلك أبدا، فهي تسمى بأكرم بصاحبة أكرم الأصهار، يعني أصهارها كل أزواج بناتها هم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأول بنت من بناتها هي أم الفضل لبابة الكبرى، زوجها من؟ أم الفضل لبابة الكبرى زوجها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لبابة الصغرى زوجها من؟ الوليد ابن المغيرة. مين هذا الوليد ابن المغيرة؟ ايه، هذا عبد الرحمن. ماشي، بس من هو؟ هو والد خالد ابن الوليد، مو خالد ابن الوليد. مين هذا الوليد؟ هذا هو الوليد ابن المغيرة. ايضا هذه الزوجة الثالثة، اذا الاولى ام الفضل زوجة العباس، الثانية لبابة الصغرى زوجة الوليد، الثالثة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الرابعة أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب. فكانت تسمى بأكرم الأصهار، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج وناسب هذه العائلة، فكانت عائلة، تمام، عائلة ذا مقام رفيع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج يعني إلى أن يناسب مقام الرفيع ليرتفع به، لأنه صلى الله عليه وسلم مقامه رفيع، ولكن لعلها تكون يعني إشارة وعبارة لنا بعد ذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد إنسان أن يناسب عائلة فالأصل أن تكون ذو نسب، تمام، يناسب عائلة ذا مكانة، ما يناسب أي أحد من الناس حسب مستوى الاجتماعي. يعني إنسان مثلا مستوى الاجتماعي بطبقة معينة يأخذ من طبقته، السبب في ذلك سرعة التفاهم بينه وبين زوجته، تمام. لأنه إخواني إن شاء الله تعالى سنرى ذلك خلال المحاضرات، الحياة الزوجية في بدايتها ربما تكون مليئة بالمشاكل. طيب وشهر العسل؟ وإن كان إخواني، وإن كان لابد أن تكون فيها بعض المشاكل في البداية. شو السبب؟ السبب في ذلك أنه هذا الشاب لو فرضنا عمره مثلا يعني 27 سنة، يعني متوسط السن الآن 27 سنة، أغلب الشباب 27 سنة يكون قد تزوج. هذا الرجل، هذا الشاب 27 سنة وعايش على نمط معين، على تربية، على أخلاق معينة، تمام؟ والبنت لو فرضنا مثلا أصغر منه بشيء بأربع سنين، كمان عايشة مثلا 23 سنة، عايشة على نمط نظام معين. طب هن الاثنين بدهم يتفاهموا مع بعض، فلا بد من حدوث اصطدامات في البداية، تمام؟ فهذه الاصطدامات يخفف من شأنها إذا ما كانت العائلتان من طبقة واحدة. فكانت
ميمونة رضي الله تعالى عنها من نسب قريب من نسب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية المكانة الاجتماعية، وكما ذكرت في البداية هي آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. مكانتها بين الصحابة لها مكانتها، فهي من جهة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، ومن جهة أخرى هي زوجة أبي الفضل، وهي أخت أم الفضل زوجة العباس رضي الله تعالى عنه، وخالد خالد ابن الوليد. فمن جميع الجوانب من أينما ذهبت ترى لهذه المرأة مكانه. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وإخوتها فقال أنتن الأخوات المؤمنات، قال أنتن الأخوات المؤمنات، لبابة وميمونة وأسماء وأم الفضل، يعني كليات قد أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام. ميمونة رضي الله عنها أسلمت وهي صغيرة، يعني حينما سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته رق قلبها وأسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها كيف تزوجها؟ هل كانت بنتا بكرا فتزوجها؟ يجب إخواني أن تكون معلومة دائما مستقرة وثابتة عندنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سوى عائشة، وما تبقى من ذلك إما أيمات تمام مطلقات أو إما أرامل تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجها الأول يسمى مسعود الثقفي، تزوجها قبل الإسلام، يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عنها. ومن بعد ذلك تزوجها رجل يسمى أبو رهم، اسمه أبو رهم، أيضا توفي عنها وهي في ريعان شبابها. فلما سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وبتعاليم الإسلام أسلمت وكانت من السابقين. كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفاصيل وتراتيب الزواج. حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد أن ترك مكة وذهب إلى المدينة وعاد إلى مكة مرة أخرى بعمرة، عمرة صلح الحديبية، ففي السنة الأولى رفضت قريش أن تدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد بعد ذلك بعمرة سماها المؤرخون عمرة القضاء. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في مكة ويقوم بالعمرة رأته هذه الزوجة رضي الله عنها ميمونة، فرأته ورأت كمال أخلاقه وجلال طلعته صلى الله عليه وسلم، فأحبت أن تنال شرف الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون أما للمؤمنين. فماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ كلمت خالتها، وهذا من أصول التربية وكمال الأخلاق لدى الناس، يعني لم تلجأ بهذا الأمر بنفسها، يعني ما تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت راغبة بالزواج. يعني شتان إخواني ما بين الصحابيات رضي الله عنهم وتربيتهم وبين بعض النساء في هذا اليوم. تأتيك شابة، تأتيك بنت، تأتيك مطلقة أرملة تقول لك أنا بدي أتزوج، طيب وين أبوكي؟ تقول لك ليش أبي شو دخله؟ طيب وين الأولياء؟ وين الشهود؟ ما في داعي للشهود، تمام؟ فبتحكي لك إنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج ما كان في أوراق، ما كان في عقود يكتبه. طيب لا نحن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت مثل الصحابيات. إخواني الدين الآن يحتاج إلى وعي، مو كل شيء إن الشيء يعني أصبح حال بعض الناس كحال بني إسرائيل، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الشيء الذي يوافق هواه يأخذه، والشيء الذي لا يوافق هواه بيقول لك ما لها فتوى، ما لها، ما في اختلاف بهذا المذاهب. فلا يمكن، لا يمكن لهذا الأمر أن يتم. فهي بعفتها وخجلها رضي الله عنها ميمونة ما عرضت مباشرة الزواج بنفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلمت من؟ مع أختها أم الفضل. فأم الفضل مين بتكون؟ زوجة العباس، والعباس مين بيكون؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس حينما سمع هذا الكلام مباشرة ذهب فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ميمونة تريد أن تتزوج منك، تعرض نفسها عليك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل مباشرة في خطبتها أرسل ابن عمه جعفر رضي الله عنه، فبعث رسول صلى الله عليه وسلم إليه ليخطبها، فدخل هذا جعفر رضي الله عنها وتكلم معها فخطبها. ما إن سمعت الخبر رضي الله عنها إلا كادت تطير من الفرح. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يصبح زوجها وهي أم المؤمنين. فركبت الجمل وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونادت بعلى صوتها يا رسول الله الجمل وما عليه لله وللرسول. خلاص يعني هذا الجمل وكل شيء عليه لله والرسول هبة،
فأنزل الله تعالى قوله في سورة الأحزاب: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هون المفسرين قالوا خالصة لك، يعني يا محمد هذا حكم خاص فيك أنه تتزوج زوجة من دون مهر. طيب لو تزوجها بدون مهر، النبي صلى الله عليه وسلم رضي من دون مهر؟ يقال في بعض كتب السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مهر خاص فيها وإن كانت هي وهبت نفسها. أما زواج إخواني من دون مهر، من دون شهود، من دون ولي، زنا هذا. أو واحد يروح يتزوج واحدة ولسه مو خالصة العدة تبعها، بدها تأمن على حالها، فبتروح بتكتب عقد إنه خلص صرت. طيب أنت الزواج الأول ما انتهيت منه، كيف بدك تسوي زواج تاني؟ فهي المشكلات إخواني، يعني لو إخواني صدقا لو بتقعد هون يومين ثلاثة بالمصلى وتسمع المشاكل، بيتصل فيك بيحكي لك، بتيجي بتسأل، بيجي بيسأل. صارت الناس الآن في ضرورة ملحة لهذا الأمر، يعني صار إخواني بما يوازي نوعا ما، بما يوازي تعليم الصلاة، تعليم أحكام الزواج والطلاق، هي عبادة وهي عبادة، هذا من الدين وهذا من الدين. ليش يعني بعض الناس بيقول لك، يعني اعذروني بهالكلمة، بيقول لك مثلا البيوت تهدم والناس تقتل في إدلب ونحن جايين نحكي على الزواج؟ أخي إذا ما حققنا السلام في بيوتنا لن نحقق السلام في أرضنا، مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه مهجر من مكة ويتلقى الضربات من قريش ومن الروم ومن كذا، ما عازف عن الزواج ولا ترك أحكام الزواج ولا ترك أحكام التشريع. كل شيء كما يقال لكل مقام مقال. فما أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، حتى حينما قالت له هذه المرأة الجمل ميمونة الجمل وما عليه لله وللرسول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلها. وحينما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء تزوجها وبنى فيها في مكان يسمى صرف، مكان يسمى صرف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعادت معه إلى المدينة المنورة، استقبلها النساء فرحا وابتهاجا وسرورا وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، أكرموا هذه الزوجة. طيب متى، كم كان عمرها حينما دخلت المدينة المنورة؟ كان عمرها 26 سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوجها إما كانت 25 أو 26، في بداية 26، يعني ما تزال فتية، ما تزال في سن الصبا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت واستقبلها، فبقيت تسمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنال من علم التفسير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج في بداية الدعوة تزوج امرأة أكبر منه حتى تثبته في الدعوة وحتى تؤزره. يا أيها المدثر، حينما جاء عائشة وقالت والله لا حينما جاءت خديجة قالت والله لا يخزيك الله. أما في بعد كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين يعني هيئ للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات صغار السن. السبب في ذلك لعله من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء بمثابة الدواوين والكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. لو تزوج كبار فمجرد ما مات النبي رح يموت هذول الزوجات. طيب الأحوال الزوجية داخل البيت، بعض الأحاديث، تفسير الآيات رح تضيع. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى لعلها تكون أنه تزوجهم صغار السن، فعاشوا بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، فنقلوا الأحاديث وتفسير الآيات. وبذلك هذه الزوجة أم ميمونة رضي الله عنها فقد روت أحاديثا كثيرة، أخذ عنها كثير من الصحابة، وعاشت حتى عام 51 للهجرة، فمرضت تماما في المدينة، ثم قالت لأصحابها أن يأخذوها فأخذوها إلى المكان الذي تزوجها بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مكان يسمى صرف، فماتت هناك ودفنت هناك. وكم كان عمرها؟ كان عمرها كما يذكر المؤلف 80 سنة، يعني عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 54 سنة. شوف العمر اللي عاشت فيه وقديش نقلت أحاديث وقديش ناس أخذوا عنها أحكام وشرائع وأحاديث وتفسير الآيات. من فضل الله سبحانه وتعالى وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم والنبي صلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيراً.